peace be upon you حبايبي وولادي والطلبة بتوعي كلكم، والله وحشتوني جدا. النهاردة هنبدأ ان شاء الله مع بعض يونت 7، واحنا كنا اتكلمنا قبل كده عن يونت 7 مرة واتنين، وعملنا عليه حاجات كتيرة جدا exercises، وخدنا revision واديتكم revision sheets. بس احنا قلنا نبدأ تاني يونت 7، بس افكركم بيه. يعني هو يونت 7 بيتكلم عن health and safety. health and safety زي ما انتم شايفين، معلش انا بصور من موبايلي للتابلت، بس هو يعني ان شاء الله يكون واضح. تعالوا نشوف الكيوردز هقولهم لكم افكركم بيهم بسرعه كده. كلمه ينمو، grow، يؤدي، يؤذي، injure، يتنفس، breathe، ملخص او تلخيص، summary، تربه، soil، التنفس الصناعي او الانعاش القلبي، CPR. والسي بي ار دي احنا قلنا سي اختصار لكلمه كارديو، والبي اختصار بولموناري، والار اختصار لكلمه ريساسيتيشن. طيب حاله طارئه او طوارئ، emergency، يجيب او يرد، respond، حساسيه، allergy، محاكمة أو محاولة، trial، على الأقل at least، كسوة السرير، bidding. طيب نيجي عند خدعة أو يخدع، trick، أمان، safety، خطر، danger، bacteria، منفعة أو ميزة، advantage، هدنة، trust، يخلي، evacuate، إخلاء أو إجلاء، evacuation، يغلف، rap، مجرم، criminal، فوري أو عاجل، immediate، صندوق القمامة، dust bin، سلسلة أو يكبل أو يقيد، chain، ضباب، mist. بعد ما خلصنا الكي ووردز ندخل على الفوكابلري. ممكن، possible، إمكانية، possibility، ربما أو من الممكن أن، possibly، يصف، describe، وصف، description، قاع أو مؤخرة، bottom، يتجنب أو يتفادى، avoid، guilt، skin، يسقط، drop، يلمس، touch، حيوان أليف، bet، أعمال الحديقة، gardening، شخصية، النظافة الشخصية هايجين، يخلع، تيكوف، مقال، ارتكل، مدونة، بلوج، مفاجأة أو يتفاجأ، سربرايز، مدهش أو مذهل، سربرايزينج، مندهش، سربرايزد، معرفة، نوليدج، متوفر أو متاح، افيلبل، موضوع، سبجكت، اسبوعيا، once a week، سور او سياج، فانس، عنوان او لقب، تايتل، طبي بمعنى medical، يسبب، cause، يقطع، chop، مبلل، wet. اوكي، سفنج، سبونج، منتظم، regular، بانتظام، regularly، انتظام، regularity، منديل ورقي، تيشو، يعطس، سنيز، ينتشر، spread، نسيج، تيشو، نمو أو ازدهار، growth، متزايد، growing، يستنشق، breathe in، يزفر، breathe out، اللي هي الشهيق والزفير يعني، مصاب، injured، إصابة أو أذى، injury، أمين أو صادق أو شريف، honest، النفس، press، صحة، health، بطانية، blanket، تنفس، breathing. طيب نرجع تاني بقية الفوكابولاري سريع، quick، بسرعة، quickly، قفاز أو جوانتي، glove، يحتوي على contain،
منفصل separate، يعرض أو يقدم شيء offer ملح salt، قاعدة rule قانون law، يقترح suggest اقتراح suggestion، يمنع prohibit منع أو تحريم prohibition، يعبر express تعبير expression، رف الكتب bookshelf قماش close، خفيف أو لطيف أو معتدل mild أساسي basic، قاعدة pace يصرخ shout، استيقظ wake up قريب أو بالقرب من nearby، صابوني أو مغطى برغوة صابون soapy، إضافي extra مرارا أو تكرارا أو وتكرارا frequently، رخصة license، كحة أو سعال أو يكح كوف، يجادل أو يناقش argue، جدال أو مناقشة argument، غريب strange، خوذة helmet، مطبخ kitchen، فوضوي أو غير مرتب messy، يزيل remove، يرفض أو ينخفض أو يتدهور decline، مكان الحريق أو الحرق burn، هادئ calm، خطير dangerous بشكل خطير dangerously، يعاني من الحساسية allergic، عامل جمع القمامة dust man، غلاف wrapping، غبار أو تراب dust، حالا أو فورا immediately، بكتيري bacterial، بكتيريا أو ميكروب bacterium. في عندي بعد كده بعد ما خدنا الكي ووردز ودخلنا بعد كده في السكند ستيب على الفوكابولري، ثيرد ستيب ديفينيشنز، يو نو ذات يو هاف تو كيب ذا ديفينيشنز اوف ذا ووردز ان انجلش نوت ان عربيك، بيكوز يو ويل فايند ات ان يور اكزام ان انجلش ان ذا تشويسز question not in Arabic, so you have to know the meaning in English not in Arabic. Okay, طيب تعالوا نشوف. أول حاجة عندي أتنفس breathe taking air in and out of your body. CPR something you do to help someone take air in and out of their body. Danger the possibility of being hurt or killed. Emergency services basic medical help given quickly. Respond doing something when someone talks to you. Allergy, a medical condition in which you become ill or in which your skin become ill. Bacteria, very small living things that cause diseases. Bedding, sheets, covers, etc. that you put on a bed. Dust, very small pieces or of dirt, sorry, that cover surfaces inside buildings like the top layer, sorry, like the dust, soil, the top layer of the earth in which plants grow. Burn, damage to the body caused by fire or heat. Calm, relaxed and quiet, not angry, nervous or upset. Evacuate, leave a place because it's not safe. Injured, having a wound or damage to part of your body. Wrap, cover something with cloth or paper. Or paper. This is about or these were about the definitions. The English vocabulary of Unit 7 definitions. Okay? In English, not in Arabic, like I told you. First step was in Arabic. The third step was in English. We have some notes about reading, and you have to know them well. Hygiene at home. We have 7 does and don'ts for a healthy life.